أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. يصل بايدن إلى البيت الأبيض وهو مهندس تقسيم العراق. السياسة الخارجية الأمريكية لديها ثوابت، أعتقد ربما لن تتغير من ناحية الشرق الأوسط، لكن البعض يقول أنه ربما سيختلف أو ستختلف سياسة بايدن عن سياسة ترامب كليا. ربما في العراق نحن كنا نفتقر إلى القرار العراقي الموحد أن يقف بوجه السياسة الأمريكية، لهذا نجد أن القرار الأمريكي يتلاعب بنا يمينا وشمالا، أما دول الخليج فأعتقد أن كان لها موقفا ثابتا وكان موقفها واضح من السياسة الخارجية الأمريكية وحتى في تعاملاتها مع ترامب وكيف يتعامل معها ترامب، بغض النظر عن النظرة التي يأخذها العرب بخصوص الصفقات التجارية كما سميت. لكن ماذا سيغير ترامب من خارطة الشرق الأوسط؟ هل سيكمل مسيرة أوباما؟ ما هو مصير الميليشيات التي تتلاعب في الدول العربية؟ وما مصير إيران؟ وما مصير الاتفاق الإيراني؟ وأيضا كان هناك فرح واضح من قبل إيران وبعض الجماعات الإسلامية بخصوص وصول بايدن إلى البيت الأبيض. ملفات كثيرة سأناقشها مع ضيوفي الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. دكتور مرحبا بك وحياك الله. مرحبا وسهلا. حياك الله دكتور. أيضا الدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي من الرياض. دكتور أحمد مرحبا بك وحياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله وحيي ضيفك الدكتور غازي وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. حياك الله وضيفا عزيزا لأول مرة في سامراء، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك أول مرة مع سامراء، ولكن العراق نحن فيه حاضرون دائما كما هو حاضر في قلوبنا دائما. الله يحفظك دكتور. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هيثم المياحي. دكتور مرحبا بك وحياك الله. شكرا لك، مرحبا بك سيد الكريم وبالضيوف الكرام أيضا. حياك الله دكتور غازي. خلي أبدي وياك. نعم. هل سيكون بايدن أفضل من ترامب للمنطقة العربية بشكل عام، للعراق بشكل خاص بداية؟ شنو رأيك؟ دونالد ترامب حقق نتائج مهمة على صعيد السياسة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يتعلق بالاقتصاد، أمريكا أولا، أمريكا قوية، إلى آخره من القضايا المهمة في برنامج الانتخابي. لكن في نفس الوقت على صعيد السياسة الخارجية السيد ترامب لا يمتلك خبرة حقيقية واسعة في هذا المجال، ولهالسبب ارتكب بعض الأخطاء يعني عبر تصريحاته. نتذكر عندما سحب الجيش الأمريكي من سوريا واستقال وزير الدفاع، يعني كان يتخذ قرارات فردية ولا يحترم المؤسسة الأمريكية اللي هي بالنهاية دولة مؤسسات. كان في تصادم مع الكونغرس، مع بيلوسي، مع يعني شخصيته استثنائية. بايدن على العكس شخصية تمتلك خبرة خلال أكثر من نصف قرن، تسنم مناصب مختلفة في الكونغرس الأمريكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لسنوات طويلة، احتك في دول، في شخصيات، في منظمات. أيضا لا ننسى أن جو بايدن من شخصيات اللي نسميها يسار الثورة الطلابية في عام 1968، بمعنى هو شخصية ذات طبيعة يعني مناهض للفكر اليميني الانطوائي، انكفاء أمريكا، هو مع الانفتاح على صعيد العلاقات الدولية، مع الانفتاح باتجاه الصين، باتجاه روسيا، باتجاه أوروبا، باتجاه دور أمريكي على الصعيد العالمي. بايدن شخصية مختلفة تماما. أيضا لا ننسى هو نائب الرئيس في عهد أوباما لثمان سنوات، كان يحتك في زار العراق أكثر من 24 مرة، لديه علاقات واسعة. بالضبط هو مختلف تماما عن شخصية الرئيس دونالد ترامب. إذا نحن أمام
خيارات أو موديل أو نموذج للسياسة الخارجية وأيضا حتى للسياسة الداخلية الأمريكية على صعيد البيئة، الصناعة، الاقتصاد، التمويل، الصحة، الضمان الاجتماعي، الضرائب، أيضا هو يمتلك نظرة مختلفة. ما يهمنا على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية هو يذهب باتجاه إعادة توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع حلف شمال الأطلسي اللي شهدت اضطرابات كثيرة في عهد دونالد ترامب وتصادمات بين ألمانيا ميركل وترامب، بين ماكرون وترامب، يعني بين ترامب متكامل ميركل. بالضبط بالضبط. اليوم نحن أمام اتجاهات جديدة بالتأكيد، بمعنى الانفتاح على أوروبا، عودة العلاقات الوثيقة مع حلف شمال الأطلسي، معالجة الأمور والملفات المعقدة مع الصين، مع روسيا، الانفتاح على آسيا. اليوم آسيا أيضا وشرق آسيا بالتحديد يشكل مجال وفضاء استراتيجي جدا مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الباسيفيك وبحر الصين، إضافة للعلاقة الوثيقة مع دول الخليج العربي. اليوم القوة الأساسية الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي تتجاوز 45 قاعدة عسكرية، وأيضا تتجاوز أكثر من 80,000 جندي أمريكي. هناك مصالح كبرى وثيقة، هناك حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، دول الخليج، العراق. أيضا هناك أزمات وحروب، يجب أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور في بناء السلام والاستقرار في منطقة مضطربة منذ 2011 لليوم وحتى قبلها. من أفضل الآن للمنطقة برأيك؟ أعتقد إذا الرئيس سياسة بايدن، الجمهوريين أو الديمقراطيين؟ شوف، الجمهوريين في الأساس يؤمنون بفلسفة أو استراتيجية القوة، نظرية مورغنثاو في العلاقات الدولية، بمعنى قانون القوة، معنى الحرب. بينما الديمقراطيين تاريخيا هم أقرب إلى الديمقراطي الاجتماعي، بمعنى أقرب إلى الأحزاب الاشتراكية الأوروبية. من مهندسو حرب العراق؟ الجمهوريين، يعني جورج بوش الأب بال91، جورج بوش الابن ب2003. الديمقراطيين انسحبوا، يعني نتذكر انسحاب، وهذا الانسحاب الكارثي كان لأوباما في 2011 من العراق، وترك العراق بالتالي. لكن نظرة بايدن بخصوص تواجد القوات الأمريكية ربما تختلف عن أوباما. بالضبط 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 بالضبط. الآن نحن أمام سياسة ستختلف عن ترامب، وستختلف أيضا عن أوباما. أوباما ضمن إطار زمن وعصر معين وظروف معينة ومعطيات ومتغيرات دولية وإقليمية معينة. اليوم نحن أمام متغيرات أخرى، بالتالي على الرئيس بايدن اتباع منهج مثل ما هو يشير، منهج أخلاقي أو منهج لتشريع القوانين لرسم سياسات، وليس على الطريقة الفردية لاتباعها. طيب ترامب. جميل. دكتور أحمد مرحبا بك وحياك الله. فريق يقول أن بايدن وترامب وجهان لعملة واحدة، والبعض الآخر يقول أن بايدن أفضل من ترامب. ربما الفريق الآخر اللي هو هذا السؤال الأهم، الفريق الآخر يقول أن بايدن سيكون أقرب إلى السعودية والخليج من ما كان عليه ترامب. شنو رأيك؟ وأكو سؤال طبعا يدور في الأروقة السياسية، أنه لماذا تأخرت المملكة العربية السعودية في تهنئة بايدن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ مقداد وإلى ضيفيك الكريمين وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. الحقيقة أنا أقول دائما أنه الرئيس ترامب كان مثل الحجر، إذا أسقط في المياه الضحلة فهو يحرك المياه الراكدة، وبالتالي هذا الرئيس هو حرك السياسة الأمريكية وأخرج عيوبها وإيجابياتها، وأيضا عرى الديمقراطية الأمريكية، وأيضا أبرز ما تخفيه الديمقراطية تحتها من مشاكل اتضحت في الأيام الماضية من عنصرية ومن أيضا من انقسام حاد. والحقيقة سيكون هذه التركة أمام بايدن تركة صعبة جدا، وقد اتضح ذلك من حديثه عندما قال نريد أن نعيد تماسك المجتمع الأمريكي، نريد أن نعيد اللحمة الأمريكية، أن نعيد بناء ما انقسم. الحقيقة أن ما حصل من ملاسنات ومن مناكفات بين ترامب وبين بايدن كان لأول مرة يعني في التاريخ الحقيقة الأمريكي تتضح هذه المساوئ،
وكأن الناخب الأمريكي أمام سيئين، واحد يتهم الآخر بأنه يتلقى أموال من الخارج والثاني يتهرب من الضرائب، وكأنهم أصبحوا سياسة نشر الغسيل الحقيقة على المجتمع الأمريكي. وأيضا رأينا هذه النزعة العنفية التي خرجت إلى الشارع، ولا سيما أن الشعب الأمريكي يمتلك ما يزيد عن 600 مليون قطعة سلاح وهو ضعف عدد السكان. هذه الرسالة ربما كانت مهددة للأمن الإقليمي الداخلي الأمريكي، وأيضا لما يمكن أن تكون قنبلة موقوتة. يتحدث كثير من المنظرين أن أمريكا قد تنزلق في يوم من الأيام إلى حرب أهلية لإبراز أو إلى الفصل حقيقة ما بين هذه التنازعات التي بقيت تحت الرماد لعشرات السنوات. ما يتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي المملكة العربية السعودية، أنا أقول المملكة العربية السعودية الحقيقة تعاملت منذ 75 سنة، ونبدأ من عام 1945 عندما التقى الملك عبد العزيز مع روزفلت. منذ ذلك الوقت حكم أمريكا رؤساء ديمقراطيين ورؤساء جمهوريين. ذهبت كل هذه الإدارات وبقيت المملكة العربية السعودية. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي هناك مطبخ سياسي، والهامش المعطى للرئيس يستطيع أن يتحرك فيه في حدود، سواء كان جمهوري أو كان ديمقراطي، يستطيع أنه يتحرك في حدود، ولكنه لا يستطيع أن يقفز على الثوابت الأمريكية. العلاقة مع دول الخليج، العلاقة مع المملكة العربية السعودية هي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية. لا يمكن أن يأتي رئيس أمريكي سواء جمهوري أو ديمقراطي ويستطيع أنه ينسف هذه العلاقات أو يذهب إلى محور آخر. هناك نوع من التجاذب، حصل نوع من الفتور في عهد أوباما، أوقفت بعض الصفقات على المملكة العربية السعودية، وذهبت المملكة السعودية بكل بساطة لتشتري الطائرات التورنيدو من بريطانيا والإيروفايتر من فرنسا، وذهبت وكادت أن تشتري منظومة الإسفرهندرد من روسيا، وذهبت إلى الصين. هذه الحقيقة الحرية القرار السعودي هو الذي يجعل هناك علاقة تقوم على الشراكة وليس على التبعية. أيضا بالنسبة لدول الخليج مثل دولة الكويت، مثل دولة الإمارات، هذه الحقيقة هناك مساحة من العمل الندي، وهو العمل القيادة مع القيادة. هناك أيضا بعض القيادات الأمريكية، وربما سواء كان من الجمهوريين أو من الديمقراطيين، حصل هناك خلاف سواء كان مع بوش أو كان مع كارتر أو مع كلينتون أو مع أوباما أو أيضا مع ترامب. لم عندما طب أو أعطيت أو اعترف ترامب بالقدس عاصمة لفلسطين، في نفس الوقت المملكة العربية السعودية نددت في هذا القرار وأعلنت من قمة الظهران التي اسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قمة القدس. فليسنا دائما سمع على عسل سواء كان مع الجمهوريين أو مع الديمقراطيين، تحكمنا المصالح المشتركة. والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها تدرك تماما ثقل المملكة العربية السعودية وثقل دول الخليج العربي، سواء على الصعيد يعني الأمن الاستراتيجي وعلى الصعيد الأمن الاقتصادي. نعم. وعلى أيضا العائد، كلمة أخيرة، بايدن الآن وهو يريد أن يصلح الداخل، لن يذهب إلى توتير العلاقة مع دول الخليج، وهو يحتاج إلى هذه الشراكات وهذه الاستثمارات التي هو يحتاجها ووعد بها الناخب الأمريكي لإنقاذ الاقتصاد وإنقاذ أيضا الاستثمارات وأيضا تحريك عجلة الاقتصاد. سؤالك الثاني، لماذا تأخر التهنية؟ لا أعتقد أن هناك تأخير، ربما كلنا شاهدنا ما شابه هذه الانتخابات من عدم وضوح واعتراضات وذهاب إلى القضاء وذهاب إلى الحسم. هذه الحقيقة المملكة دائما تتعقل دائما في مثل هذه الأمور، وعندما اتضحت الأمور وحصل هناك إجماع أمريكي وأعلنت النتيجة بشكل واضح لا لبس فيه، المملكة العربية السعودية قدمت التهنية للسيد جو بايدن. نعم. طيب دكتور، كان عندي سؤال لكن ربما سأعود لك به. خليني أنتقل إلى أربيل. دكتور هيثم المياحي، دكتور مرحبا بك وحياك الله. الكل يقول أن بايدن هو مهندس تقسيم العراق. ربما احنا مقبلين فعليا على تقسيم العراق الى ثلاث اقاليم، وتدري خصوصا يعني فوز بايدن جاء في وقت
تعالت الأصوات في موضوع الإقليم السني أن الكتل السنية هددت بأنها ربما ستذهب إلى إعلان إقليم سني. إذن هل نحن على حافة الإقليم بعد فوز بايدن؟ تفضل. عفوا استاذ مقداد، هل هذا السؤال موجه لي؟ لأن نعم خطأ الصوت. نعم دكتور قليل. هيثم، نعم دكتور، السؤال لك دكتور، تفضل. نعم نعم نعم، تحية لك ولضيفك الكرام الدكتور غازي والدكتور أحمد. أود أن أجيب على هذا السؤال بمختصر، لأنه صراحة أخذنا في الكثير من النقاشات الحوارية الإعلامية وغير الإعلامية بأنه بايدن هو عراب التقسيم في العراق، وأنا سبق وإن قلت أن عراب التقسيم الحقيقي هو العراق نفسه. طيب. نحن شعب بكل صراحة we are struggling for our identity، مثل ما يقول، إحنا نبحث عن هويتنا، هويتنا ضايعة، لذلك قسمنا نفسنا طائفيا، هذا سني وذاك شيعي، قوميا هذا عربي وذاك كردي، أيضا جغرافيا ذاك يطالب بإقليم الغربية والسنة وهذا يطالب بإقليم الشيعة وذاك يطالب بإقليم كردستان، أيضا مناطقيا، يعني صرنا في مرحلة إحنا المقسمين مو غيرنا. بايدن طرحها في فترة زمنية عندما أعتقد 2008-2009، ولكن لم تطبق ولم يصوت الكونغرس الأمريكي وتغيرت سياساتهم. يعني بايدن الآن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اعتماده في سياسة الخارجية راح تعتمد على من هي أو من هو وزير خارجيته، والآن المرشحين اللي موجودين اللي هي سوزان رايت اللي هي كانت مستشارة الأمن القومي وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة وصاحبة الكتاب اللي هو تاف لاف اللي هو الحب الصعب اللي حجت به وتحدثت بكل صراحة عن الرئيس ترامب وانتقدته وعدها باع بالجانب الأمني وبالعراق لأن عملت بالقرب من بايدن، فما راح يسعون إلى هذا التقسيم إذا إحنا ما طالبنا به. والشخص الآخر المرشح لوزارة الخارجية هم اثنين أيضا اللي هو ويليام بيرنز اللي كان نائب وزير الخارجية الأمريكي وصاحب كتاب معروف جدا أيضا الخلفيات العميقة، واللي وصف بالدبلوماسية الأمريكية في زمن ترامب بالدبلوماسية المقيتة والميتة. إذن ما أود أن أشير إليه، اللي تحدث به جو بايدن في وقتها رجل صار لأكثر من 35 سنة 40 سنة في العملية السياسية، دخل في عمره كان 29 في كسيناتر في مجلس الشيوخ الأمريكي، لا أعتقد في هذه العقلية المبسطة الصغيرة يبحث عن تقسيم هذه الدول. عنده ملفات كثيرة، عنده الملف الإيراني، عنده الملف التركي، عند الملف السعودي، عند الملف السوري، وعند الملف العراقي، خمس دول إقليمية، خمس دول مجاورة لبعضها، اختلفت في سياساتها واقتصادياتها وحتى في مجتمعاتها. إذن راح يواجه صعوبة، ولكن أعتقد في خبرته اللي تراكمت لمدة ثلاثة أو أربعة عقود الآن أصبح بإمكانه كرئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أن يتخذ قرارات أكثر اتزانا وأكثر عقلانية وأكثر نضوجا. طيب دكتور، السؤال الأهم، ممكن أن جو بايدن يحجم دور الميليشيات في العراق؟ وهذا موضوع القصف المتكرر، طبعا احنا صار لنا شهر ما عندنا قصف محيط السفارة بأمان، صار له أكثر من شهر. أعتقد انقطع الاتصال. نعم شباب انقطع الاتصال. دكتور تسمعني؟ نعم انقطع الاتصال. خلي أرجع لك دكتور غازي، الضربات العسكرية الأمريكية ممكن تكون حاضرة ضمن خطة جو بايدن المقبلة، تحجيم دور الميليشيات في العراق؟ نعم فضل. طبعا بالتأكيد هذا يعود لتقدير الموقف بالنسبة للبنتاغون، بالنسبة للأمن القومي، يعني المسألة هي لا ترتبط بالرئيس مباشرة، لكن بالنهاية الرئيس يتخذ القرار الملائم، سواء كان هناك ضربة عسكرية أو عدم وجود ضربة عسكرية أو ضربة وقائية أو إلى آخره، أو الاستمرار في استخدام الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي المنطقة عموما. لهذا السبب أنا أعتقد يعني فعل التطورات اللي ممكن تحصل، يعني إذا ذهبنا إلى انفتاح لإعادة الحوار حول الملف الإيراني، الملف النووي، أكيد إيران ستتطور
تخفف من الضغط عبر الميليشيات الولائية على المؤسسات العسكرية أو على السفارة الأمريكية في بغداد أو على الوجود أصلاً العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. إذن هذا يعود إلى طبيعة الدبلوماسية الذي سيتبعها السيد بايدن إذا ذهب للانفتاح على إيران، الانفتاح باتجاه سوريا لإعادة هذا البلد نحو الاستقرار، بناء السلام، إيجاد حلول للمشكلات السياسية الاقتصادية، مواجهة هذا التدخل الدولي الواسع في سوريا. أيضا بالنسبة للعراق هناك مشكلات كرد، ما زالت داعش أمس يعني رح أرجع لك على، بس خليني أرجع الدكتور هيثم أنطي وقته. دكتور هيثم، نفس السؤال اللي سألته الدكتور غازي، برأيك الضربات العسكرية الأمريكية ستكون حاضرة ضمن جدول بايدن؟ تحجيم دور الميليشيات في العراق سيكون أيضا حاضر؟ وثاني أريد أسألك سؤال بصراحة، أنت لمن تميل، إلى أي سياسة، بايدن أو ترامب؟ بصراحة تفضل. ومنو كنت متوقع يفوز؟ أنا أزرق الفكر، وتوقعت قبل 7 أيام من بداية الانتخابات أنه الفوز لبايدن. طبعاً هذا رأي أغلب العرب، يعني أغلب العرب دكتور أغلب العرب والجالية الإسلامية اللي في الولايات المتحدة الأمريكية انتخبوا بايدن. تفضل جاوب، تفضل. صح، ممكن إعادة السؤال باختصار لأنه ما فهمت. الضربات العسكرية الأمريكية راح تكون حاضرة في جدول بايدن وتحجيم دور الميليشيات؟ تفضل. طبعا سياسة أمريكا الخارجية مثل ما تفضل الدكتور أيضا تعقيبا على كلامه أنه لا تتغير سياساتها عسكرية، خصوصا ما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي. أي واحد. اثنين، بايدن سياسته تختلف تماما عن سياسة ترامب، وسياسته تختلف عن سياسة الجمهوريين. هذا الرجل ديمقراطي يؤمن بنظرية الوسطية أولا، والنظرية الثانية ما تسمى بالقوس التاريخي، اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية تبني من داخلها كقوس، تبنيها وتأسها اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا، تصير قوية، بعدين ننتقل دبلوماسيا وأمنيا وغيرها إلى الدول الأخرى. يعني اللي أريد أوصل الآن لجنابك والجمهور أيضا، أنه بايدن يختلف اختلاف نهائي عن البقية. هو صديق مقرب لأوباما، ونحن نعرف سياسة أوباما. الحزب الديمقراطي الجمهوري يؤسس للحروب، والديمقراطي يؤسس للسلام. وأنا أتفق مع الأخ أيضا الدكتور من أعتقد السعودية حينما قال السعودية لا تتغير سياساتها مع أمريكا، أمريكا تتغير رؤساءها. نعم، ولكن ما نحتاج الآن كدول عربية وشرق أوسطية إعادة هندسة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 4 سنوات مرينا بها من أخطاء سياسية، علاقات خارجية في مصيبة، وقعنا أيضا في إشكالات. أما ما يتعلق في الجنب الآخر من سؤالك، اللي هو راح يحارب الميليشيات أو الفصائل المسلحة، أعتقد وأنا غير جازم في هذا الأمر، أحتاج أبحث به أكثر بعد مع واشنطن. طيب، إنه بايدن راح يصير مسار إخناق، تخنيق عفوا، زيادة هذا الحبل والخناق على الفصائل المسلحة والاستمرار بها لإضعاف القوى الإيرانية في داخل العراق. أيضا سوف يفتح بناء علاقات مع الدول العربية الإقليمية المجاورة للعراق كالأردن والسعودية وبقية الدول. أكو ملف آخر، وأيضا هو اللي تفضلت به، القوات العسكرية أو العسكر اللي موجودة فيه. احنا عندنا الآن 3000 فقط، 3000 جندي أمريكي. أعتقد حتى ذول 3000 جزء ما يبقون، يجوز يسحبهم بايدن، لأن هو سياسة أوباما 2008-2009 حينما كانوا اثنيناتهم سوية في الأوفل أوفيس اللي هو مكتب الرئيس، وأوباما باو عليه قال له جو أريدك فعلا تسحب لي الجيش الأمريكي، حينما كان عددهم 150,000، وبالفعل انسحبوا في اتفاقية 2011 اللي هي قيم. طيب، بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. إذن سياستهم تختلف، ولكن في بعض الأحيان فيما يتعلق بالأمن القومي ووجود الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، هذا خط أحمر. طيب سأعود لك دكتور، يعني سياسة بايدن ستكون امتدادا لسياسة أوباما، خصوصا احنا عندنا تخوف من سياسة أوباما بالمنطقة. يعني في وقت ما كانت يعني في وقت سياسة أوباما انت شفت كان هناك النفوذ
الإيراني تمادى، والبعض يقول أنه هناك اتفاق حتى بين كان بين أوباما وبين داعش ودخلوا العراق. أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقا، لكن هذا ما يقول الشارع. يعني إذا اتبعنا التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وما يتعلق بالرئيس الأمريكي، لكل رئيس عقيدة، عقيدة عسكرية، عقيدة سياسية، يعني لا يمكن أن تكون هناك مقاربة بين الرئيس كينيدي اللي هو ديمقراطي جون كينيدي وبين جيمي كارتر مثلا. جيمي كارتر ذهب إلى مسألة حقوق الإنسان، ريغان ذهب إلى حرب النجوم، جورج بوش الأب ذهب إلى النظام الدولي الجديد، الابن ذهب إلى الحرب الكونية الوقائية على الإرهاب، أوباما ذهب إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف، يعني مختلف تماماً عن نظرية وعقيدة بوش الابن. اليوم نحن أمام شخصية قد بالتأكيد يعني كموروث أو تاريخ للحزب الديمقراطي ممكن تكون هناك بعض المؤشرات، هو أعلن يعني كما أعلن أوباما عن اعتماده للدبلوماسية المتعددة الأطراف بمعنى الانفتاح على التعاون الدولي، ويهم بهذه الدبلوماسية المتعددة الأطراف الانفتاح مرة أخرى على أوروبا، التعاون مع الصين، التعاون مع روسيا، يعني الانتقال من حالة الأزمات إلى حالة التعاون، مسألة البيئة، بيئة تحتاج تعاون دولي متعدد الأطراف. إذن هو يذهب إلى أيضا لما نتحدث عن متعدد الأطراف إلى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، القانون الدولي، هذا المنهج الأساسي للموروث التاريخي للحزب الديمقراطي. لكن هذا لا يمنع أن تكون للسيد بايدن عقيدة عسكرية أيضا يدشن بها سلطته، وأيضا ممكن تكون عقيدة سياسية استراتيجية، وهذا رح يتضح لنا خلال الأسابيع المقبلة عندما يطرح برنامجه واستراتيجيته السياسية على صعيد الأمن القومي، على صعيد أي استراتيجية سيتبنى باتجاه روسيا مثلا. هناك أيضا تحفظ من روسيا، هناك تحفظ من الصين، كيف سينفتح على الصين وروسيا، كيف سينفتح عمليا بالتفاصيل على أوروبا. إذن احنا بانتظار الرؤية، بانتظار العقيدة، بانتظار رؤية التفصيلية للأمن القومي الأمريكي، للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، في آسيا. ضربات عسكرية راح نشاهد. نعم. التي حدثت قرب المطار. شلون؟ ضربات عسكرية. شوف هذه مسألة أنا أعتقد إذا يعني تطلب الأمن القومي الأمريكي توجيه ضربات عسكرية لأي مكان في العالم ستتخذ القيادة، قيادة البنتاغون وقيادة العمليات المشتركة الإجراءات. يعني نتذكر كلينتون كنا نتصور ملاك في 91 وسيغير العلاقات مع العراق ونقيض لجورج بوش الابن، ضرب تورابورا في أفغانستان، ضرب السودان في الكروزر، ضرب العراق في مرتين. يعني مسألة الضربة هذه مسألة تروح إلى تقدير الموقف الاستراتيجية الأمريكية وكيف الأمن القومي، الأمن القومي الأمريكي يعني طبعا. لكن تروح مشورة للرئيس، والرئيس هو بالنهاية طيب. يقرر، لكن ليس هو الذي يقرر هذه السياسة للضربة هذه أو تلك في هذه المنطقة أو تلك. لكن الضربة ممكن تأتي إذا كان هذا ضمن إطار الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي أو الدفاع عن الأمن الولايات المتحدة الأمريكية، هي من الثوابت في المادة 51 السياسة الخارجية الأمريكية. نعم. الأمن القومي بالضبط. والاقتصاد بالضبط. لن يتغير. خلي أعود للدكتور أحمد. دكتور أحمد، من مداخلتك الأولى وصلت إلى فكرة أن دول الخليج والمملكة العربية السعودية لن تتخوف من السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، هاي نقطة. النقطة الثانية، ممكن بايدن أن يحد من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط لو هذا الموضوع صعب؟ تفضل. أولا لعلي أثني على كلمة جميلة قالها الدكتور هيثم عندما سألته عن تقسيم نعم. العراق أو تقسيم المنطقة، فقال ليست أمريكا من يقسم، نحن من نقسم أنفسنا. حقيقة هذا الواقع صح. لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين بيدها أن تعمل شيء إلا من خلال ضعفنا نحن العرب، وأيضا السماح للغير بهذه التدخلات. بإمكاننا أن نحل
مشاكلنا الداخلية ونحل علاقاتنا البينية دون أن يتدخل أي دولة من الدول الأخرى. أمريكا تستطيع أن تعمل أي شيء في العراق أو تعمل فيه في الوطن العربي إلا من خلال ضعفنا ومن خلال انقساماتنا الداخلية ومن خلال التدخلات الإقليمية في المنطقة. بالنسبة لسؤالك الكريم عن أنشطة إيران، بايدن هو كان نائب للرئيس أوباما لثمان سنوات وكان حاضرا للتجربة التي تسمى التجربة الأوبامية التي كان هناك إطلاق الحقيقة ليد إيران في المنطقة، وأيضا التفاهم مع الإخوان، وأيضا ركوب موجة ما يسمى بالخريف العربي وما حصل في مصر وفي تونس وما حصل في ليبيا واليمن، وهذا الحقيقة السياسة الكارثية التي الآن يتمنى الديمقراطيون أنها لم تحدث، بل بدأوا يتبرؤون منها ويعترفون بهذا الخطأ الجسيم الذي دخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وشجعته، واكتشفت أنها راهنت على الحصان الخاسر وهو تنظيم الإخوان وأيضا نظام طهران ومعه أيضا نظام أردوغان. هذه الأنظمة الحقيقة هي أثبتت فشلها وأنها لم تقدم إلا ما نشاهده الآن من خراب في الوطن العربي. لذلك أنا أعتقد أن إدارة ترامب ستأخذ إيجابيات المرحلة أوباما وإيجابيات مرحلة ترامب وتتخلى عن السلبيات وتسلك أسلوب الوسط. لن تنحو إلى إيران وتعيد الاتفاق النووي كما كان أولا، مثل ما استمعنا من أحاديث ربما يعيد هندسة الاتفاق من جديد. أيضا التعامل مع تركيا، استمعنا إلى حديث أو لبايدن عندما وصف أردوغان بأنه نظام مستبد وأنه سيدعم المعارضة. أيضا تكلم عن الوسطية أو الاعتدال الذي ممكن أنه ينتهج في سياسته الخارجية. هناك من الملفات الداخلية الحقيقة ربما تشغل بايدن لأربع سنوات قادمة، لأنه قد وعد الناخب الأمريكي بوعود كثيرة، منها مكافحة كورونا ومنها أيضا ملف الهجرة وملف الصحة وملف التوظيف وأيضا البيئة والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. هذه كلها لن يستطيع أن يجمع بينها وبين أزمات الشرق الأوسط. ربما نائبته هاريس قد تتولى شيء من هذه الملفات. هناك أيضا المشكلة التي هندسها ترامب مع الصين، والتي أيضا ربما يحاول الديمقراطيون أن يعيدوا السياسة القديمة، وهي محاولة مسايسة الصين بحيث أنها لم أصبحت الآن في عهد ترامب كأنها دولة عدو، وحاصرها على الجمرك وحاصرها أيضا على التقنية في هواوي وأيضا تطبيق توك توك. وترامب كان صدامي. أيضا العلاقة مع روسيا ومحاولة تحجيمها في التمدد باتجاه البحر الأبيض المتوسط، رأينا السياسة الأمريكية كانت متماهية أو كانت تغض الطرف عن تدخل تركيا في ليبيا. من أجل ماذا؟ ليس من أجل تركيا بقدر ما هو تحجيم للتدخل الروسي، بحيث أنه لا يتعدى ميناء طرطوس السوري. هذه الحقيقة ملفات شائكة كبيرة. الحل يقع فيها الحقيقة على العرب أنفسهم، يقع فيها الحل على منصات عربية، الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي. إيران هي تترقب أن يأتي لها طوق نجاة لفك الخنق الاقتصادي الذي طبق ترامب على إيران، ولذلك تتوقع أنها ستنفس شيئا ما. أنا في اعتقادي الحقيقة أنها لم تحظى إلا بسياسة معتدلة إن لم هي تغير سلوكها. إذا استطاعت إيران أن تعيد تغيير سلوكها من جديد وتحافظ على تعيد علاقاتها وتكف عن التدخل في دول الإقليم مثل العراق. العراق نحن الآن في وفد عندكم الآن من المملكة العربية السعودية، وفد وزاري لإقامة شراكة مع العراق. هذا الوفد، وأنا كنت أمس على قناة التغيير عند العراقية، أقول هذه الشراكات التي تجمع العراق إقامتها مع السعودية ومع دول الخليج، إذا لم يكن هناك أمن الحقيقة كامل، إذا لم تقف التدخلات الخارجية وأنيبها التدخل الإيراني، إذا لم يتم ضبط السلاح الداخلي والميليشيات المنفلتة، لن يكون هناك أصلا تنمية، ولا يستطيع العراق أن يستفيد أيضا من الشراكات الداخلية. أمريكا هي ستساعد العراق الحقيقة إلى حد ما. هذه النزعة اللي دخلت الآن في العراق لطرد الأمريكان وطرد ما هو أمريكي، هم الأمس بالأمس كانوا يصفق للأمريكان، وهم الذين أتوا ووعدوا بأنهم سيرمى عليهم الورود. لكن النفس الإيراني الذي موجود الآن في العراق ويختطف للأسف الشديد كثيرا من القرارات
يستنبت الكثير من الميليشيات ويزج بترسانات الأسلحة التي الحقيقة ضرت العراق، ضرت العراق الحقيقة ووقفت التنمية في العراق. العراق الدولة الغنية، الدولة الكبيرة، الدولة الغنية بشبابها وعلمائها ومفكريها وبموقعها الاستراتيجي وبنفطها وبمعادنها، الآن لا تجد الكهرباء ولا تجد الماء ولا تجد المادة الغذائية، كلها من هذا التدخل الحقيقة من إيران. إذا استطاعت العراق، وأنا أجد أنه في حكومة الكاظمي الآن توجه إلى قفل الحدود والاعتماد على النفس وأيضا ضبط السلاح الداخلي، أعتقد أن العراق لا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ستستطيع أنها تتدخل في الشؤون العراقية إلا من خلال عقد شراكات مع العراق، إقامة تنمية مستدامة مع العراق، أيضا الدول الإقليم وابتداء من المملكة السعودية ودول الخليج نشهد تحركا استثماريا وتجاريا واقتصاديا. أمريكا هي تعزف على نقاط الضعف، يعني الدولة الرخوة التي تجدها ربما تتدخل فيها، متى ما كان هناك جبهة قوية وتماسك داخلي أمريكا لا تستطيع أن تتصرف، لا كانت جمهورية أو كانت ديمقراطية. نعم جميل دكتور هيثم، أعود لك نقطة مهمة ذكرها الدكتور الشهري، أمريكا تعزف على نقاط الضعف، وأنت ذكرت أن بايدن ليس هو عراب بالتقسيم، نحن من قسمنا أنفسنا داخل أنفسنا بصراحة، وهذه نقطة يعني أعجبتني بصراحة. إذن معناها إحنا نفتقر إلى القرار السياسي العراقي الموحد، وأن نجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية كند للتفاوض بخصوص سياسة أمريكا في العراق، شنو رأيك؟ نحتاج إلى أن نصنع لوبي داخل العراق يوازي اللوبي اللي داخل يعني عفوا اللوبي عراقي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل. شكرا للسؤال القيم. في البداية أود أن أشير إلى ما قاله زعيم الثورة السمراء لوثر كينغ، يقول إن لم تحني ظهرك لا يستطيع أحدا الركوب عليه. طيب احنا كعراقيين واحنا كدول عربية وشرق أوسطية وإسلامية احنا حنينا ظهورنا لهم، احنا قمنا ننظر لهم بكل صراحة بتواضع أنفسنا ورقيهم، عندنا الأشقر وصاحب العيون الخضراء والزرقاء فد شيء كبير، عندنا عقلهم أفضل من عقل، نسينا تاريخنا وحضاراتنا وما مرينا به خلال هذه آلاف السنين. الآن اللي احنا فيه كعراق وكسعودية وكوطن عربي تتحكم بينا للأسف دويلات صغيرة، ولكن كبرناها لأن احنا أعطيناها أكثر من قيمتها، لأن احنا أشرنا إلها بإصبع أنه أنت الملك وأنا العبد، أنا تحت أمرتك أنت تأمرني. لذلك تدخلت بعض الدول القريبة علينا مثل الجمهورية الإسلامية في عسكرة العقل العراقي ومدنيته، في تحطيم مؤسساتنا الداخلية، في بناء منظومة داخلنا ما تسمع كلام لا الدولة ولا المرجعية الدينية ولا الشعب. لذلك تشوف الثورة من صارت ثورة تشرين والعقل والفكر الشبابي الآن اللي طلع هذا المليوني أول ما بدأ بهجوم اليمن على إيران، وأنا أوجه أيضا رسالتي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو عليكم بجمهوريتكم بشعبكم ابن مؤسساتكم أموالكم واقتصادكم انهار، اتركوا العراق حتى يعيش بسلام. وهنا أيضا رسالتي إلى القيادات أصحاب الفصائل والميليشيات واللي يسميهم ما يسميهم، فكر بعراقيتك حتى يحترمك شعبك، حتى يقيمك على قدر عقلك على ضميرك، كلكم فانين ما حد باقي بهاي الدنيا، ولكن علينا أن نبني لمستقبل الأجيال، راح تلعنكم الأجيال منا بعد 300-400 سنة. ما حصلنا شيء من نظام صدام راح، ولكن كان بعث واحد وصدام واحد ودكتاتور واحد حسب ما يسمونه، لكن جيء بعد صدام حسين ألف دكتاتور وألف حزب وألف تلفزيون وألف صحيفة ومليون صحفي يكتب لهذا وذاك، من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء الآخرين مو إرضاء العراق. بلد مثل العراق 35 مليون، إحنا 329 عضو برلمان عندنا، أمريكا بعظمتها بها 435 عضو برلمان و100 سنة مجلس الشيوخ، عددنا ما يتجاوز، يعني معقولة وصلنا لهذه المرحلة؟ تردي مجتمعي، فساد أمني،
عسكري، مؤسساتنا منهارة منخرة، مصنع ما نقدر نبني إلا بموافقة الدول الجارة إنه. هسه يجوز هذا يكلفني الحكي كثير يعني يجوز حياتي. لا لا بالعكس انا نكون شجعان ونحكيها مثل ما هي. دكتور انا احيي جرأتك واحيي شجاعتك، انا مكيف على هذا الكلام. كلمة الحق امام سلطان الواقع. احنا نفتقر الى القرار العراقي الموحد، احنا نفتقر. ادري بك فرحان انا راح اموت. نعم لذلك 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 الآن لن أرى حزبا في العراق ولا قائد سياسي ولا شخص ولا رجل دين يتحدث باسم العراق مثل العراقزم مثل أفريكزم الأفريقان والعراق. ليش؟ الكردي يحكي بالكردية، العربي يحكي بمواطنه، السني بالسنية والغربية، الشيعي بمناطق الجنوبية. قسمونا، تلقي في العائلة العراقية الآن الجنوبية شخص أخ كبير تابع إلى مقتدى الصدر، الثاني إلى دولة القانون، الثالث قسمونا، انتهى الفكر العراقي. لذلك لما ظهرت إن ثورة تشرين وظهر عندنا جيل من الشباب اللي ما يخاف نهائيا، واجه بصدور من حب واحترام لهذه الأرض والعراق قنابل يوميا وقالهم أنا ضدكم، أنا ضد إيران، أنا ضد هذه الدولة، أنا ضد حتى أمريكا، أنا أريد سيادة العراق. ولكن الآن في هذه المرحلة شنو نريد نفكر؟ نريد نفكر بشيئين، أولا كيف أستفاد من علاقتي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أضع لإيران وغير إيران حدود بعدم التدخل في سيادتي، في شعبي، في كرامتي، في مؤسساتي. خلاص يعني من 1988 إيران ما قادت حرب، احنا بنقود الحروب بالنيابه. طيب براكسي وور مثل ما يسمونها. نعم. الحوثيين في اليمن بالنيابه عن ايران، حزب الله في لبنان بالنيابه عن ايران، في سوريا ايضا، وفي العراق الفصائل المسلحه او ما يسمى طيب بالمقاومه. دكتور عندي سؤال جاوبني باقل بدقيقه سريعا، ليش احنا طول يعني هذه 17 سنه ما استطعنا ان نصنع لوبي في الولايات المتحده الامريكيه باسم العراق ويتحرك بخصوص سياسة أمريكا داخل العراق؟ ليش؟ ليش عجزنا عن هذا الشيء؟ يا أخي نصنع لوبي في العراق. إحنا مو المملكة العربية السعودية ولا الإمارات، إحنا ولا قطر أيضا، هاي دول عظيمة وصلت إلى مرحلة سبقتنا رغم حضاراتنا. أخي من 2003 لحد 2020 أنا أصرخ كل يوم 100 صرخة في الولايات المتحدة الأمريكية وأقول نحن بحاجة إلى لابي، إلى لابي مثل اللابيات الأخرى. إيران عندها لابي في الولايات المتحدة الأمريكية ما موجود، واللي حاربك منه اللي حاربك الأحزاب المتأسلمة والذين هم بعيدين عن الإسلام يدعون الدين والتدين الموجودة في العراق كلها ما شاء الله. وبعد ذلك وأنا هنا لا أخص بالذكر فقط الأحزاب الشيعية، الأحزاب الشيعية مسؤولة والسنية والكردية. ليش؟ لأن هو وطن واحد جسد واحد، إذا انضربت كردستان ينضرب جسد العراق، وإذا انضربت البصرة ينضرب جسد كردستان، وكذلك الغربية. جميل. إحنا ما نفكر بلابي ليش؟ لأنه اللابي راح يبني علاقات سليمة، وهناك من يحارب اللابي أيضا من قبل دول أخرى مجاورة، لأنه هذا راح يبني علاقات سلمية دبلوماسية وسياسية واقتصادية. العراق محتاج الكثير، التعليم منهار، الصحة منهارة، السياسة منهارة، الجيش منهار يحتاج تدريب. طيب. ويحتاج تسليح ويحتاج أمور أخرى. طيب. كل هذا إحنا في حاجة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك من يريد أن يقطع علينا هذه الجسور. طيب دكتور غازي أعود لك، برأيك يعني أكو شيء استغربته، ليش فعلا أكو نقطة ذكرها دكتور هيثم، كل السياسيين العراقيين كل واحد نشر يعني هو غير التهنئة شباب، بس عندي الصوت شوي هنا، ليش كل السياسيين العراقيين نشروا تهاني إلى بايدن وحاطين صورهم ويا بايدن؟ هو غير لازم رئيس جمهورية فقط، يمكن رئيس وزراء، رئيس برلمان وزراء ممكن طبعاً. متمام، بس كل السياسيين العراقيين ويدللون على أن علاقته بالسياسيين العراقيين قوية. هي. هذه نقطة. النقطة الأخرى راح يحد من التدخل الإيراني داخل العراق. اولا ما تفضلت به هذا يعكس طبيعه الانقسام الحاد في النظام السياسي العراقي وبين القوى السياسيه العراقيه. القوى السياسيه العراقيه منقسمه يعني بين قوى تميل
العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقوى أخرى تميل علاقات وثيقة مع إيران وغيرها من التفاصيل. لا يوجد وحدة القرار السياسي بالعراق، لا يوجد وحدة في النظام السياسي في العراق، حتى الجاليات العراقية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي منقسمة، هي الأخرى منقسمة طائفيا، منقسمة سياسيا، منقسمة دينيا، منقسمة مذهبيا، وبالتالي لا يمكن لهذا الانقسام والتشرذم أن يؤدي إلى تشكيل لوبي يعكس طبيعة المصالح الاقتصادية العراقية وعلاقتها بالمصالح الأمريكية الاقتصادية مثل ما يحصل بين مختلف الدول. النقطة الأخرى اللي تفضلت بها جنابك تتعلق ب يعني بس ذكرني بها النقطة بالموضوع النفوذ الإيراني. النفوذ الإيراني. شوف إيران مشكلة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشكلة من 1979 لليوم. هناك نظرية ولاية الفقيه، هناك برنامج أجندة استراتيجية دولية لدولة ولاية الفقيه موجودة في الدستور في صفحة 5 تتعلق بالعقيدة العسكرية، بمعنى أن الجيش الإيراني، أن الحرس الثوري الإيراني لديه مهمات للدفاع عن إيران والدفاع عن ولاية الفقيه خارج الحدود. خارج الحدود، هذه العبارة تشكل انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لأنها تشكل واحدة من الأدوات الخطيرة للتدخل العسكري في الشؤون السيادية للدول. هنا تكمن مشكلة إيران. وبالفعل بعد انسحاب أوباما في 2011 تمددت إيران في العراق، تمددت إيران في سوريا، تمددت إيران في لبنان، في نيجيريا، في اليمن، في باكستان، في أفغانستان. هناك مشروع كوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن دول المنطقة هي في حالة تصادم وتقاطع مع إيران، لكن إيران نجحت لحد الآن في هذا التوسع، في هذا الانتشار، في هذا النفوذ. إذن نحتاج إلى وعي وطني عراقي مثل ما أشار الدكتور من أربيل، وعي وطني عراقي لمواجهة هذه التنظيمات العابرة للحدود، التنظيمات الولائية المرتبطة مباشرة بالاستخبارات الإيرانية وبمكتب ولاية الفقيه في قوم وفي الحرس الثوري. طيب. الإيراني. إذن أنت أمام شبكة من العلاقات الداخلية الاقتصادية الأمنية العسكرية. طيب. الإيرانية الميليشياوية في منطقة الشرق الأوسط. نجحت إيران، عليك أنت الآن تواجه هذه الموجة من النفوذ الخطير أيضا بوسائل اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وثقافية. جميل دكتور أحمد، أعود لك، رح أعطيك 3 دقائق ونمون على دكتور هيثم، نعطي دقيقتين. دكتور أحمد، كل رؤساء أمريكا في حملاتهم الانتخابية تجد أن تصريحاتهم ربما يفهمها البعض أنها ضد المملكة العربية السعودية، لكن بعد الانتخابات وأثناء وصول الفائز إلى البيت الأبيض نجد أن المملكة دولة ثابتة وصديقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما سر هذا الثبات وما سر هذا الصداقة؟ يعني أنا قاعد أتكلم عن التجربة العراقية بأنها أنها الوضع منقسم، بالمقابل تجربة المملكة تجربة ثابتة وصادقة، لماذا؟ تفضل. أشكرك على هذا السؤال، والحقيقة في ربما يكون هذا آخر سؤال لي. أقول أنه ما تفضل به الزميلين العزيزين الدكتور غازي والدكتور هيثم يفترض أنه يكتب ويقدم إلى الحكومة العراقية، لأنهم الحقيقة تكلم بحديث وطني عراقي أصيل ينبع من حبهم للعراق ومن حرصهم على أن يكون العراق ذلك البلد العظيم الكبير بتاريخه وبحاضره ومستقبله، وكل ما قدموه هو يعتبر خارطة الطريق لإخراج العراق. لا أمريكا ولا أي دولة في العالم تستطيع أنها تقدم شيء أو تقسم العراق أو تمد يدها للعراق، ولا نحتاج حتى لوبيات عراقية في أمريكا، نحتاج لوبيات عراقية داخل العراق من أجل جمع العراقيين، من أجل إخراج الولاء الخارجي، من أجل قطع ذلك السم الذي يأتي من الخارج، من أجل أن يبقى العراق متمزقا متفتتا متشرذما بهذه الطريقة. والزميل هيثم قال أن الدستور العراقي، الدستور الإيراني هو يسعى إلى هذا الأمر ويريد أن يبقى العراق وتبقى سوريا ويبقى لبنان ويبقى اليمن ويبقى العالم العربي الإسلامي في وضع تخلف. لذلك نقول أن قوتنا الداخلية هي التي ستغنينا عن أي
تحالفات خارجية، اللهم إلا فيما تحتاجه في المصالح المشتركة على الصعيد السياسي والاقتصادي، وهذا من طبيعة الدول. سؤالك الكريم، الرؤساء في حملاتهم الانتخابية يتكلم بصفته الشخصية، ولذلك تجده أحيانا يوجه سياسته إلى دولة من الدول أو إلى حكومة من الحكومات، أو يقول سأفعل كذا وسأفعل كذا بصفته الشخصية، ولكنه عندما يذهب إلى البيت الأبيض هنا يبدأ يلتزم بثوابت المؤسسات الدستورية الأمريكية، مثل الكونغرس، مثل البيت الأبيض، مثل الأمن القومي الأمريكي. هذه مؤسسات هي التي تملي السياسة الخارجية الدائمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما يأتون الرؤساء، وأذكر يعني أوباما كانت أول زيارة كانت يمكن بالسعودية، أو ترامب بنفس الشيء، عندما يأتون إلى السعودية وعندما يلتقون بالمسؤولين السعوديين يعرفون ماذا تعني السعودية ويعرفون الحقيقة، لأن هناك مثل ما قالوا الزملاء لوبيات تشوج، سواء كان اللوبي الصهيوني أو كان اللوبي الإيراني أو كانت اللوبيات التي ينفخ فيها نظام التنظيم الأخوين الإخوان المسلمين الذين يسعون إلى ضرب السعودية وضرب العالم العربي والإسلامي وتفكيك دوله. لكن عندما يأتون إلى السعودية يلتقون بالقادة السعودية، يكتشفون السياسة السعودية على حقيقتها، عند ذلك نرى هذه السياسة الحقيقية. ولذلك تجد أنه منذ 79 سنة كانت العلاقة ما بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقة تصالح، وعلاقة تقوم على المصالح المشتركة، تقوم على الدعم. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث عن الأمن في منطقة الشرق الأوسط لا تستغني عن السعودية، عندما تتحدث عن التوازن أيضا الإقليمي، سواء التوازن السياسي أو التوازن العسكري، لا تستغني عن المملكة العربية السعودية. ولذلك نرى أنه حتى لو كان بايدن، أو قيل أن بايدن ربما يأخذ موقف مغاير عن أو ضد السعودية، أنا متأكدا أنه سيعرف أن السعودية هي رقم صعب في العلاقات الدولية. طيب. وستبقى العلاقات السعودية الأمريكية علاقات استراتيجية. طيب. لخدمة مصالح البلدين. نعم، جميل. دكتور هيثم، أعود لك، راح أعطيك دقيقتين وقت ينتهى. بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض، كيف سيتغير المشهد في العراق باختصار بدقيقتين؟ تفضل دكتور. شكرا لك. هذا اعتماد على أنفسنا أيضا كسياسة عراقية، كدولة رئيس وزراء الكاظمي والأحزاب الأخرى اللي موجودة. إحنا اللي نحتاجه شنو من بايدن؟ إحنا اللي نحتاجه من الولايات المتحدة الأمريكية. هل نحتاج في دعمهم في الجانب السياسي، العسكري، الاقتصادي، التجاري، التعليمي، الصحي؟ بكل صراحة إحنا بلد منهار، لا نجامل ولا نغالي في حبنا للعراق صحيح، ولكن واقع الحال إحنا بلد ينهار اقتصاديا وعسكريا ومجتمعيا أيضا. بايدن سياسة الخارجية ما راح تتغير كديمقراطي وسطي يحترم الدول، بناء العلاقات سواء كان مع الخليج أو مع الشرق الأوسط أو مع العالم أجمع، حتى مع العدو. الآن ما يسمى بالإيكونوميك إنتجريشن، التداخل الاقتصادي، الصين والولايات المتحدة الأمريكية واحدة تكره الثانية حد اللعنة والموت، ولكن أكو بيناتهم اقتصاد، أكو بيناتهم تجارة وصلت مليارات، مئات المليارات من الدولارات سنويا. ما يصير تخسر هذه الدولة. إذا إحنا لو نبني علاقات تجارية واقتصادية وأمنية وعسكرية ونفعل العقود والمعاهدات الدولية اللي بيننا وبينهم، راح نحقق إنجاز كبير. إحنا عندنا ما نقدر نحاور به، عندنا النفط، عندنا العقول، عندنا الأرض، جغرافيا. العراق مهم للوطن العربي وللشرق الأوسط، ولكن إحنا ما نعرف قيمة العراق. أتمنى من القيادات الحزبية الموجودة أن تتحد سوية، ولكني غير متفائل في هذا. طيب. ليش؟ لأن هم بيناتهم غير متفقين مع نفسه، غير طيب. متفق، ما متأمل في العراق خير ولا يعمل من أجل العراق. طيب، شكرا دكتور هيثم. إذن بايدن ينتظر من عندنا احنا نقدم له ورقة. طيب، شكرا لك. لا، هو خصوصا بايدن علاقته طيبة ويا كل السياسيين، لهذا شفت السياسيين العراقيين كلهم هنؤوا، وكل واحد حاط صورته ويا بايدن. ماكو شيء، مو تمام؟ يحلمون بذلك، ماكو شيء اسمه علاقة، السياسات تتغير بين الحين والآخر. تمام، شكرا دكتور هيثم المياح الباحث والأكاديمي، كنت ضيفي من أربيل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. دكتور غازي فيصل مدير مركز عراق الدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. سلام لي. دكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي، ضيفي من الرياض، شكرا جزيلا لك. شكرا يعطيكم العافيه. شكرا، انا استمتعت بالحلقه معكم، يعني كنتم رائعين، شكرا جزيلا لكم.
بحجم حبكم للعراق. شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. باسمكم أشكر ضيوفي وأنتم أحبتي الكرام. شكرا لكم على حسن المتابعة. نشوفكم باكر. ها هو مقداد الحميداني يترككم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.